عايز تعرف يعني ايه relative clauses، يعني العبارات الموصولة. عايز تعرف امتى استخدم who وامتى استخدم which وامتى استخدم that، امتى استخدم where وامتى استخدم whose وامتى استخدم when. ده كله هتعرفه في اخر درس معانا ان شاء الله في grammar الترم الاولاني في الصف الثالث الاعدادي. اهلا بيكم مرة تانية، بس قبل كل شيء صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي، اهلا بيكم في اخر درس معانا في منهج الترم الاولاني، واللي بيكلم لي عن relative clauses او العبارات الموصولة، واللي بستخدم فيها ضمائر الوصل اللي هي who, which, that, where, when, and whose. تعال ان شاء الله نبتدي معانا باول رابط وهو هو. طبعا شكل ما احنا عارفين ان هو معناها الذي او التي، ودي بتيجي مع الاسم العاقل. تاني، هو معناها الذي او التي، ودي بتيجي مع الاسم العاقل، سواء كان الاسم ده بيحل محل فاعل او بيحل محل مفعول. يعني لما يجي يقول لي this is the man، ده هو الراجل. إيه I met at the park، طبعا هشوف الاول الاسم ده the man هلاقيه عاقل، فبالتالي عوض بهو وممكن عوض بالذات لان هو او ذات بيحلوا محل الاسم العاقل. تاني this is the man، ده هو الراجل، هقول هو or that I met at the park. يبقى انا لو قال لي اسم عاقل واروح في الاختيارات ما الاقيش هو هختار ذات. طيب تعال نشوف ازاي هستخدم هو في الربط بين جملتين لما تحل محل الاسم العاقل. تعال نشوف المثال ده كده، بيقول لي I thanked Sammy، يعني انا شكرت سامي، he gave me a present. تاني I thanked Sammy, he gave me a present. اول حاجة عشان اربط به لازم احدد فين الاسم اللي هو عوض عنه به، طبعا الاسم هنا سامي. تاني حاجة لازم احدد فين الضمير العايد على الاسم ده في الجملة التانية، هلاقيه هي. يبقى هنا لازم اشيل هي واربط به، يعني عشان اجيب هو لازم اشيل ضمير الفاعل او ضمير المفعول اللي عايد على الاسم، وبعدين هو بتيجي بعد الاسم العايد عليها مباشرة. الاسم هنا في اخر الجملة الاولى، فبالتالي هقول الجملة الاولى شكل ما هي، يعني هقول I thanked Sammy، وبعد سامي على طول هجيب هو، يبقى I thanked Sammy هو، وأكمل عادي جدا gave me a present، يعني أنا شكرت سامي اللي اداني هدية. يبقى تاني لازم أحدد الاسم وبعد كده أحدد الضمير العايد عليه، لأن في الجملة التانية هشيل الضمير العايد على الاسم ده واربط به واجيب هو بعد الاسم العايد عليها مباشرة. يعني لما يجيب لي جملة شكل دي يقول this is the man I met him yesterday، يعني ده الراجل انا قابلته امبارح. برضو هنا لازم احدد انا هربط بهو وهودي عايدة على مين. طيب هودي هنا عايدة على زمان، يعني الرجل. طبعا لان الناس واخدة فكرة ان لما اربط بهو بشيل اول حاجة تقابلني في الجملة التانية، وده شيء غلط. طبعا لما اربط بهو لازم احدد فين الضمير الفاعل او ضمير المفعول اللي عايد على الاسم اللي انا هعوض عنه بهو. هنا الراجل زمان، فين الضمير اللي عايد عليه هناك؟ قال لي هم، يبقى اللي هيتشال يا حبايبي هم مش اي، لان في ناس شكل ما قلت اول حاجه بتقابلها تشيلها، ويقول لك الاستاذ قال لنا ان بربط بهو في النص وبعدين اكمل بقيه الجمله واشيل اول حاجه تقابلني. طبعا الكلام ده خاطئ ومفيش مدرس بيقول كده، طبعا هم اللي بيفهموا خطا. فلما اقول لي this is the man I met him yesterday، يبقى الاسم بتاعي the man والضمير اللي عايد عليه him، يبقى اللي هيتشال him. طيب the man جاي في اخر الجمله الاولى، يبقى اذا هقول الجمله الاولى عادي خالص، هقول this is the man، يعني ده هو الرجل، وبعدين لازم اجيب هو ورا the man، يعني لازم تيجي بعد الاسم العايد عليها، وبعدين هجيب I عادي خالص اهوت who I met. طب اجيب him؟ قال لي لا طبعا who I met yesterday، يبقى ده هو الراجل اللي انا قابلته امبارح. تاني this is the man who I met yesterday، ده هو الراجل اللي انا قابلته امبارح. تعال نشوف الجملة اللي بعدها، بقول مستر محمد is a teacher he lives next door. تاني مستر محمد is a teacher he lives next door. طبعا هنا برضو لازم احدد فين الاسم بتاعي، هلاقي مستر محمد. طيب فين الضمير اللي عايد عليه هناك؟ he، يبقى اذا لازم اللي هيتشال هو هي، وبعدين قال لي هو لازم تيجي بعد مستر محمد مباشرة. يبقى إذا هبدأ بمستر محمد عادي خالص اهوت مستر محمد،
وبعدين اجيب ضمير الوصل بعده مباشرة، يعني ما استناش لاخر الجملة وبعدين اقول هو. يبقى مستر محمد هو. طب بعد ما اجيب هو هات بقية الجملة اللي فيها ضمير الفعل او ضمير المفعول اللي هناك. يبقى اذا هقول مستر محمد هو ليفز نيكست دور، يعني مستر محمد اللي عايش جنبنا. واكمل بقية الجملة الاولى هقول از ا تيتشر، ثاني مستر محمد هو ليفز نيكست دور is a teacher. يبقى لاحظ ضمير الوصل بيجي بعد الاسم العائد عليه مباشرة. طيب يا مستر قدر لو جاب لي جملة واحدة وقال لي اربط به، من المعروف ان دي اسمها عبارات موصولة، يعني انا بوصل جملتين مع بعض. طب لو جاب لي جملة واحدة وقال لي اربط به، قال لي هنا بعملها في صيغة تعريف او ببدأ بيت از. يعني تعال نشوف المثال بتاعي ده. A carpenter makes chairs. المفروض انا عايز جملتين عشان اربط. طيب هنا بقول لها carpenter makes chairs دي جملة واحدة، فقال لي كل الموضوع ان انا هقول الكلام ده في صيغة تعريف. يعني ايه في صيغة تعريف؟ يعني هقول a carpenter اللي هو النجار is a person. is a person يعني هو الشخص. تاني a carpenter is a person، وبعدين اربط به عادي خالص a carpenter is a person who makes chairs. تاني a carpenter is a person who makes chairs، يعني النجار هو الشخص اللي بيصنع الكراسي. او ان انا ممكن اقول it's the carpenter، انه النجار who makes chairs. ولكن خلينا في دي لانها اسهل، هقول a carpenter is a person who makes chairs، يعني النجار هو الشخص الذي يصنع الكراسي. يبقى اذا لما نيجي نحل محل العاقل بنستخدم هو معناها الذي او التي. ممكن اشيلها واحط ذات، يعني لو ما لقيتش هو في الاختيارات عادي جدا هات ذات، لان ذات بتحل محل العاقل وغير العاقل. تعال بقى نشوف الرابط الثاني وهو which. نفس الكلام اللي قلنا على هو هنقوله على which، بس هو عاقل لكن which غير عاقل. وبرضه ممكن تحل محل which بالذات. يبقى اذا ذات ممكن تمشي عاقل او غير عاقل، يعني لو جاب لي اسم غير عاقل على طول الرابط بتاعي يبقى which. لكن تعال نشوف ازاي بنربط بwhich بين جملتين. نفس الفكره تقريبا اللي قلناها في هو. بيقول لي ذاتس ذا كار، دي هي السياره، ماي فاذر بوت ات يسترداي. هنا برضو لازم احدد الاسم اللي انا هعوض عنه بwhich وهو ذا كار. طيب فين الضمير اللي عايد عليه؟ هل هو ماي؟ هقول لا طبعا، الضمير اللي عايد عليه هو ات. يبقى اذا اللي هيتشال يا حبايبي من الجمله الثانيه هي ات، فهقول ذاتس ذا كار عادي جدا شكل ما هي اهو، ذاتس ذا كار. طيب استنى عشان اروح احط ويتش هناك مكان ات؟ قال لي لا طبعا، ضمير الوصل بيجي بعد الاسم العايد عليه، فاذا هقول ذاتس ذا كار ويتش، واكمل بقيه الجمله بس هشيل ات. يبقى ذاتس ذا كار ويتش ماي father bought yesterday. Again, that's the car which my father bought yesterday. تعال نشوف المثال الثاني. Football keeps me fit. It's my favorite sport. بيقول لي ان كرة القدم بتحافظ على لياقتي، انها هوايتي المفضلة او انها الرياضة المفضلة. طيب قال لي لما اجي اربط برضه لازم احدد فين فوتبول. جميل، فين الضمير اللي عايد عليه هناك؟ هو ات. طيب يبقى مين اللي هيتشال يا حبايبي؟ ات. طب ويتش هتيجي فين؟ هتيجي بعد فوتبول مباشره. يبقى اذا هقول فوتبول ويتش از ماي فيفوريت سبورت، وكمل بقية الجملة التانية keeps me fit. Again, football which is my favorite sport keeps me fit، يعني كرة القدم اللي هي رياضتي المفضلة بتحافظ على لياقتي. تاني football which is my favorite sport keeps me fit. يبقى هي الفكرة لازم احدد فين الاسم اللي انا بعوض عنه بهو which. تاني حاجة لازم احدد الضمير اللي انا هشيله في الجملة التانية سواء كان ضمير فعل او ضمير مفعول، واجيب ضمير الوصل بعد الاسم العايد عليه مباشرة. تعال نشوف الجملة دي بنفس الفكرة بتاعت هناك. احمد bought a new car، احمد اشترى عربية جديدة. طبعا هنا يجي يقول لي اربط بي which. تاني يجي يقول لي اربط بي which. اكيد which دي هتبقى عايدة على الكار مش هتبقى عايدة على احمد. ودايما يا حبايبي لما يجيب لي اسم موصوف بالمنظر ده في جملة واحدة ويقول لك اربط بي which،
باخد الصفة واعمل بيها جملة لوحدها. ازاي يعني؟ هقول احمد bought a car، يعني احمد اشترى عربية. طب ونيو هوديها فين؟ قال لي هاخدها بعد which واجيب قبلها verb to be، يعني هقول احمد bought a car which is new. again احمد bought a car، يعني احمد اشترى عربية which is new، اللي جديدة. تاني احمد bought a car which is new. تعال بقى نشوف ازاي هستخدم where. where معناها حيث، ودي بتستخدم للتعبير عن الاماكن. تاني where معناها حيث، ودي بتستخدم عشان اعوض بيها عن مكان. بس لازم الاحظ بعض الحاجات الخاصة بـ where. يعني عشان استخدم where لازم اكون بتكلم عنه كمكان. يعني تعال نشوف المثال ده، بيقول لي this is the house، ده هو المنزل، we live in it، يعني اللي احنا بنعيش فيه. لو انا قلت لك فين المكان بتاعي هنا عشان اربط بـ where هتقول لي house. طيب فين ظرف المكان اللي عايد عليه؟ هتقول لي in it. اوعى تقول it بس، لان لو قلت it يبقى انت كده عملته على ان اسم غير عاقل، فبالتالي هعوض بـ which. قال لا، هو انا يا مستر ممكن اعوض بـ which عن الهاوس هنا؟ قال لي اه طبعا، ولكن خلينا في where. عشان استخدم where لازم اشيل ظرف المكان اللي هو in it. طيب فبالتالي هقول this is the house، يعني ده هو المنزل. طب احط where هناك؟ قال لي لا طبعا، لازم where تيجي وراها، يبقى where. واجيب بقيه الجمله where we live. تاني this is the house where we live. طب اكمل حاجه تاني؟ قال لي لا، تاني this is the house يعني ده هو المنزل where we live. يبقى تاني عشان اربط ب where يبقى لازم اشيل ظرف المكان، يعني where ما ينفعش يجي معاها ظرف مكان. ودليل على كده لو احنا شلنا it بس وسيبنا ظرف المكان اللي هو in، خلاص it عادي جدا بعوض بيه عن اسم غير عاقل، يبقى اذا هستعمل which. يعني ممكن اقول في نفس الجمله دي this is the house يعني ده هو المنزل which we live in، يعني اللي احنا بنعيش فيه. يبقى لو ساب لي ظرف في المكان اوعى تختار where، دايما بختار معاها which. يبقى عشان اختار where لازم يكون شايل ظرف المكان، ما يجيش معاها ظرف المكان. واذا جاب لي ظرف المكان قبل الرابط اوعى برضو تختار where، لازم اختار which. يعني لما يجي يقول لي this is the house يعني ده هو المنزل، وقال لي ان ادي ظرف المكان جه اهو this is the house in a we live، قال لي هنا مش ممكن هقول ان where. where عمر ما يجي وراها ظرف مكان ولا يجي قبلها ظرف مكان، فبالتالي هنا لازم اقول ان which. وهنا لازم اطلع بحاجه مهمه جدا، قال لي اذا جاب لي ظرف المكان في نهايه الجمله او جاب لي ظرف المكان قبل الرابط دايما بختار which ما اختارش where، لان where ما ينفعش يجي معاها ظرف مكان. طيب تعال نشوف الجمله دي كده، بيقول لي the school is the place makes me happy. طبعا هنا اول ما الناس هتشوف the school is the place يعني المدرسه هي المكان، قال لك بس ده مكان، يبقى كده كده مستر هعوض عنه ب where. ولكن في الجمله دي هختار which، which معناها الذي. ليه يا مستر؟ قال لي where عمر ما يجي وراها فعل. تاني where الرابط عمر ما هيجي وراه فعل، يعني هقول the school is the place which makes me happy، ما ينفعش اقول where makes me happy. يبقى تاني where مش ممكن يجي وراها فعل، يبقى اذا لقيته مكان بس جايب لي ورا الرابط فعل على طول هختار which مش هختار where. تعال على المثالين اللي جايين دول مهمين جدا، بيقول لي this is the house، وبعدين قال لي my father bought، وبعدين قال لي هنا my father lives. يا ترى هنا هختار ايه وهنا هختار ايه؟ يلا نفكر شويه كده بسرعه. ايوه برافو عليكم، فوق هختار which وتحت هختار where. طب ايه بقى يا مستر؟ ايه اللي هيعرفني يعني ان انا هختار هنا which، ولا عرفني ان انا هختار هنا where؟
حبايبي عشان اختار وير اللي بتعود على المكان لازم يكون الفعل بتاعي بيحدث داخل المكان والسؤال عنه بيكون بوير. يعني في الجملة دي لو انا هسأل يا ترى هقول what does your father live ولا where does your father live؟ اكيد هتقول لي where does your father live، اين يعيش الاب. فبالتالي هنا الرب بتاعي لازم يكون where. تعال نشوف بقى انا هسأل عن الهوس هنا بايه. يعني لو انا كملت هنا هقول my father bought a house، يعني اشترى منزل. ولو سألت عنه هسأل عنه بكلمة what. يعني هنا لو هسأل هقول what did your father buy، مش هقول where did your father buy. يبقى دايما اذا كان المكان بسأل عنه what يبقى الرب بتاعي which، واذا كان المكان بسأل عنه where يبقى الرب بتاعي where. تاني this is the house which my father bought and this is the house where my father lives. يبقى تاني المكان بعوض عنه بوير، بس بخلي بالي من حاجات مهمة جدا. وير ما ينفعش يجي معها ظرف مكان، يعني إذا جاب لي ظرف المكان في الآخر أو قبل الرابط يبقى الرابط بتاعي which مش وير. ثانيا إذا جاب لي بعد الرابط فعل هقول له which مش هقول له وير، حتى لو كان مكان. ليه؟ وير عمر ما يجي وراها مكان أبدا. ثانيا لازم يكون الفعل يحدث داخل المكان وبسأل عنه بوير، اما لو سألت عنه بواط فعلى طول الرابط بتاعي هيكون which. طيب تعال نشوف بقى when. نفس الكلام اللي قلناه على where هو نفس الكلام اللي هنقوله على when، بس where مكان وwhen زمان. when معناها عندما، يعني لما يقول لي January is the month I was born in January، يعني يناير ده الشهر اللي انا اتولدت فيه. طيب فين الاسم بتاعي January؟ فين ظرف الزمان؟ هقول in January كلها. عشان استخدم when لازم اشيل in January، يعني هقول January is the month، وده لانه تعريف هستنى لغاية الاخر. January is the month، وبعدين اقول when I was born، يعني يناير هو الشهر اللي انا اتولدت فيه او عندما ولدت. طيب لو انا هسيب ان، يعني هشيل January بس كده، قال لي لو انا شلت January انا بشيل اسم غير عاقل اعوض عنه بويتش، طالما هسيب ظرف المكان شكل ما هو. يعني ممكن اقول January is the month which I was born in، أو January is the month in which I was born، يعني اللي أنا اتولدت فيه. يبقى هو نفس الكلام تقريبا، لو جاب لي ظرف الزمان في الآخر أو جابه لي قبل ضمير الوصل يبقى ضمير الوصل بتاعي which مش when. عشان أربط بwhen لازم أشيل ظرف الزمان. طيب تعال نشوف this is the time passes quickly، يعني ده الوقت اللي بيعدي بسرعة. طب يا ترى هقول التايم هنا اعوض عنه بوين ولا بويتش؟ هقول لك برضو هي نفس الفكرة، طالما جاب لي فعل قال لي ما ينفعش اجيب وين ابدا، وين الرابط ما ينفعش يجي وراها فعل، فهختار على طول ويتش. So this is the time، ده هو الوقت، which passes quickly الذي يمر بسرعة. طب تعال نشوف نفس الفكرة في الجملة دي. Friday is the day I take a rest، يعني انا باخد راحة. We love a lot، احنا بنحبه كتير. طيب لو قلت لك الجملة الاولى اللي هي Friday is the day، هو اليوم، I take a rest، لو انا كملت الجملة دي هقول I take a rest on Friday، ولو سألت هقول when do you take a rest، يعني امتى انت بتاخد rest. يبقى هنا الوقت انا سألت عنه بwhen، يبقى الرابط بتاعي عادي جدا when. اذا Friday is the day when I take a rest. طيب هنا لو انا كملت الجملة هقول we love Friday، مش هقول we love on Friday. ثانيا ان انا لو سألت هنا مش هقول when do you love، لا هقول what do you love، هسأل عن الوقت هنا بكلمة what، فبالتالي الرب بتاعي هيبقى which. تاني الرب بتاعي هيبقى which، فهقول Friday is the day which we love a lot، which we love a lot يعني اللي احنا بنحبه كتير. يبقى نفس الكلام اللي قلناه على when هو نفس الكلام اللي قلناه على where، بمعنى when الرابط ما ينفعش يجي معاها ظرف زمان سواء في آخر الجملة
او قبل ضمير الوصل. ثانيا ان when عمر ما يجي وراها فعل، لو لقيت جاي وراها فعل وزمن على طول at which. طيب ثانيا ان لازم when اسأل عنها ب when، ما اسألش عنها ب what، لان لو سألت عنها ب what هنا هعوض بمين يا حبايبي؟ هعوض ب which. تعال نشوف النهارده بقى اخر رابط معانا هو whose. طبعا whose بتحل محل صفات الملكية او ضمائر الملكية او اس ابوستروفي الملكية او ابوستروفي اس الملكية. تاني هوز بتحل محل ابوستروفي اس اور اس ابوستروفي او صفة ملكية او ضمير ملكية. فعشان اربط بهوز لازم يكون في صيغة من صيغ الملكية. يعني تعال نشوف المثال ده، بيقول لي مستر عادل از ا ريتش مان، يعني الاستاذ عادل ده راجل غني. هيز كار از نيو، عربيته جديدة. طبعا هنا هشوف الاسم بتاع اللي هو مستر عادل، صفة الملكية العايدة عليه هي his، يبقى اذا اللي هيتشال his وهيجي مكانها whose. طب يا مستر هقول مستر عادل is a rich man whose car is new، هقول له لا طبعا، هبدا بمستر عادل عادي خالص اهو، مستر عادل، ولازم اجيب whose وراها. طب ينفع اختار whose بس؟ لا، whose باللي وراها، يعني اقول whose car is new. تاني مستر عادل whose car is new ماله؟ is a rich man، is a rich man، يعني مستر عادل اللي سيارته جديدة ماله حبايبي؟ غني. ولاحظ هوز دايما الاسم اللي بيجي وراها بيكون بدون اي ادوات، يعني ما ينفعش احط قبله ولا ان ولا ذا ولا اي اداة. تعال نشوف المثال التاني، بيقول my friend is sad his father is ill، يعني صديقي حزين باباه عيان، يبقى عايز اقول صديقي اللي باباه عيان ماله؟ حزين. طيب الاسم بتاعي my friend، صفة الملكية بتاعتي his، يبقى whose هتيجي مكان his واجيب اللي وراها كله واحطه ورا my friend. يبقى اذا هقول my friend، جميل، whose father is ill ماله مستر؟ is sad، يعني صديقي اللي باباه تعبان حزين. تاني صديقي اللي باباه تعبان حزين. طب تعال نشوف المثال الاخير، بيقول this is the woman the woman's necklace was stolen، this is the woman the woman's necklace was stolen. طبعا الاسم بتاعي the woman، وهنا الاسم فيه ابوستروف اسم الملكيه the woman's، يبقى ده اللي هيتشال ويجي مكانه whose. فبالتالي هقول this is the woman whose necklace was stolen. يبقى دي هي الست اللي عقدها اتسرق. تاني دي هي الست اللي عقدها اتسرق. يبقى اذا انا بجيب whose مكان ابوستروفي اس الملكية او اس ابوستروفي الملكية او صفة الملكية او ضمير الملكية اللي موجود في الجملة التانية. وبكده يبقى انا قدرت افرق بين استخدام who which that where when and whose. تعال نشوف بقى تطبيق الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعالوا يلا نبدأ بكتاب جيم page 284 صفحة 284. بقول مستر نبيل A lives next door is a scientist، طبعا مستر نبيل ده عاقل، فبالتالي هقول who lives next door الذي يعيش بالجوار. number 2 بقول we went to the supermarket A we bought some food، طبعا هنا اشترينا منه خلاص بعض الأطعمة، فبالتالي لازم أقول هنا where. لو أنا سألت نفسي where did you buy food هقول from the supermarket or at the supermarket. number 3 I played a wonderful match with my friends it made us so happy، طبعا هنا انا لعبت مباراة مع اصدقائي خلتنا سعداء، هي اللي خلتنا سعداء لعب المباراة او المباراة، فبالتالي لازم اقول which. the next مستر عادل A car is new، طبعا هنا العربية دي ملكه، يبقى عايز اقول اللي سيارته جديدة، يبقى المفروض اقول whose. اللي بعدها the professor A works at the university is an expert at math، طبعا هنا the professor الذي يعمل، فبالتالي هقول who. اللي بعدها بقول England is the country I visit every year، طبعا الناس هنا هتقول يا ترى يا where ولا which. هقول لك اسأل عن England، يا ترى هتقول where do you visit every year or what do you visit every year. هنا أكيد السؤال هيبقى what، وطالما سألت عن المكان بوات مش بوير يبقى على طول اختار which. so England is the country
which I visit every year. Number 7, بيقول the boy had an accident, lives next door. طبعا الولد اللي عمل حادثة فبالتالي هقول هو لأنه عاقل. Did you receive the message I sent you last night? يعني هل استلمت الرسالة اللي أنا بعتها لك الليلة اللي فاتت؟ طبعا الرسالة غير عاقل فبالتالي هقول that. طبعا ما فيش هنا which يبقى that، قلنا that بتحل محل هو أو which. I like the village I was born in. طبعا هنا هتخدعي الناس شوية لأن لو قال I was born بس كنت قلت where I was born. لما طالما نصب لي ظرف المكان اوعى تقول where، لازم تقول which I was born in. The writer A works are amazing. طبعا هنا كلمة بتخدع جدا لأن works ممكن تمشي بمعنى يعمل وممكن تمشي بمعنى أعمال. طب اللي هعرفني إنها أعمال هيجيب لي وراها فعل، مش هتبقى هي الفعل. يبقى هقول the writer A works are amazing got the Nobel Prize. هنا هقول whose works، لأعماله. يبقى أنا نسبت الأعمال دي لي. مستر سعيد A the head teacher is very kind to us. طبعا هنا ما ينفعش اختار هو بس، ليه؟ لان جايب لي وراها الوظيفه بتاعته فلازم اقول هو از، لازم اقول هو از. تعال نشوف نمبر 1، بيقول I went to visit my cousin last week she lives in Luxor. طبعا هنا شكل ما قلت لازم احدد فين الاسم بتاعي my cousin. طيب فين الضمير العائد عليه؟ هو she. يبقى اذا she اللي هتتشال وهو تيجي بعد my cousin ولاست ويك احطها في الاخر. فاذا هقول I went to visit my cousin who lives in Luxor last week. يعني أنا ذهبت لزيارة بنت عمي اللي عايشة في الأقصر الأسبوع الماضي. طيب تعال نشوف نمبر 2، بيقول لمنى received the medal for winning the race. She is an excellent runner. طبعا هنا الاسم بتاعي هو منى، الضمير اللي عايد عليها هو شي، يبقى اللي هيتشال شي وأجيب هو اللي وراها بعد منى. يعني أقول منى who is an excellent runner واجيب بقية الجملة التانية received a medal واكمل عادي جدا for winning the race. Number 3 احمد went to sales he stayed there for 3 days. طبعا بقول استعمل where، اكيد where دي هتبقى عايدة على السويس. طيب فين ظرف المكان؟ قال لي there، فاذا هقول احمد went to sales where، لازم اجيب ضمير الوصل بعدها مباشرة واكمل عادي خالص. هي اوعى تشيل هي لحسن، في ناس بتفكر ان انا بشيل اي حاجة تقابلني في الجملة الاولى وخلاص. لا طبعا انا بشيل ظرف المكان، يبقى to sales where he stayed for 3 days. The next those are the people their car was stolen. عايز استعمل whose يبقى اكيد هتيجي مكان their صفة الملكية، يبقى دول كلهم هيجوا ورا ال people. يبقى اذا هقول those are the people whose car was stolen. The next swimming keeps me fit it's my favorite sport. طبعا بقول استعمل which، طب which عايد على swimming. طيب ومين اللي هيتشال؟ قال لي it لانها عايد على swimming، فاذا هقول swimming السباحة which is my favorite sport كمل عادي خالص keeps me fit. The next the bank is near our house my brother works there. بقول البنك جنب البيت خلاص واخويا شغال هناك. طبعا في ناس هنا هتخطأ وتقول the bank is near our house where my brother works. لو انت قلت الكلام ده يبقى اذا there دي عايدة على الهاوس، وطبعا there هنا مش عايدة على الهاوس، the there عايدة على البنك. فاذا هقول the bank البنك where my brother works يعني البنك اللي اخويا شغال فيه is
near our house يعني جنب بيتنا. Mr. Ali is very rich. His farm produces cotton cloth. فبيقول لي استعمل هوز. طبعا مستر علي هو الاسم. صفة الملكية اللي عايد عليه هي his. فإذا هقول مستر علي whose farm produces cotton clothes or clothes is very rich. The next, I repaired the old watch. يعني أنا صلحت الساعة القديمة. طب دي يا مستر جملة واحدة، هقول لك خد الصفة دي وحطها بعد which وقبلها verb to be. يعني أقول I repaired the watch، يعني أنا صلحت الساعة، which is or was old. صلحت الساعة اللي كانت قديمة أو صلحت الساعة القديمة. تعال نشوف يلا الكلام ده في كتاب المعاصر page 313 صفحة 313. number 1 بيقول لي my uncle lives on a farm has 3 horses. طبعا الانكل هنا عاقل فبالتالي هختار هو. اللي بعدها number 2 بيقول لي Luxor is thousands of tourists stay every year is near the Nile. طبعا هنا حيث يمكث كثير من السياح او الاف من السياح فبالتالي لازم اقول where. تاني هنا لازم where. طبعا لو سألت عن لوكسور هنا لازم اسأل عنها بwhere، يعني انا هسأل where do thousands of tourists stay every year. اللي بعدها بقول English ايه all students study at school. طبعا English هنا اسم غير عاقل فبالتالي هختار which. اللي بعدها بيقول لي نبيل mobile phone is new is my friend. طبعا الموبايل ده حاجة ممتلكاته فبالتالي هختار whose. The next this is the house. ده هو المنزل my father bought last year. يعني ده هو المنزل اللي بابا اشتراه السنة اللي فاتت. خلي بالك الهاوس هنا مش بيعمله على انه مكان، لان لو سألت عنه في الجملة التانية هسأل عنه بكلمة what، يعني هقول what did your father buy، مش هقول where did your father buy. فبالتالي هنا لازم اختار which my father bought last year. number 6 the email I received yesterday gave me exciting news. طبعا هنا الايميل غير عاقل فبالتالي هختار which. طب ما فيش which يا مصر يبقى هختار that. I asked him a question he couldn't answer. طبعا نفس الكلام question غير عاقل يبقى بالتالي هختار which he couldn't answer. The next أحمد father is ill. طبعا هنا بابا يعني نسبت الأب لي فبالتالي لازم أجيب ملكية ب whose. تعال نشوف نمبر 9 بيقول this is the house it dates back to. انا قلت يا جماعه لو مكان بس جاب لي بعده فعل يبقى مش ممكن اجيب بيور ابدا، لازم اجيب which dates back to الذي يعود تاريخه الى 1800. my brother was born in 1973 يعني اخويا اتولد في سنه 1973. ايه our great army won the war. طبعا هنا when ليه؟ لان بيقول لي زمن. when our army our great army won the war. اللي بعدها بيقول لي احمد the muscles are very strong. طبعا المسلز دي بتاعت احمد فبالتالي لازم اختار whose. the next مستر علي is very rich يعني مستر علي ده غني جدا. his firm produces cotton clothes. طبعا هنا firm يعني مصنع. عايز اضرب بهوز يبقى اذا مستر علي وادي صفة الملكية فهقول مستر علي whose firm produces cotton clothes is very rich. number 2 I went to see my uncle he lives in Cairo. طبعا عايز اروح به طبعا uncle وادي هي فهقول I went to see my uncle who lives in Cairo. The next, the bank is near the school. Mrs. Muna works there. Mrs. Muna works there. طبعا نفس الفكرة. البنك وشيل there وقول the bank
where Mrs. Mona works is near the school. The next, May is the driest month in Cairo. It has the least rain of the months. يعني بقول إن شهر مايو ده هو أكثر الشهور جفافا وهو في أقل الأمطار. بقول لي which. طبعا May هنا هو الاسم و it هو الضمير العائد عليه. فإذا هقول May which has the least rain of the months. وكمل بقية الجملة الأولى is the driest month in Cairo. The next, she traveled to Hurghada. She spent a nice holiday there. طبعا الاسم بتاع Hurghada والضمير أو ظرف المكان اللي عايد عليه there. يبقى بالتالي هقول she traveled to Hurghada where she spent a nice holiday. The next, this is the house where I live with my family. This is the house where I live with my family. So لو أنا عايز أقول which طبعا عايد على المكان اللي هو house. طيب عشان أجيب which مكان where يبقى أجيب ظرف المكان اللي جاي مع live، وlive هنا بيجي معها in the house. فبالتالي هقول this is the house. وإما أجيب ظرف المكان بالمنظر ده قبل which يعني أقول in which I live with my family, or this is the house which I live with my family in. يعني يا إما أجيب in قبل which يا إما أحطها في آخر الجملة. Number 7 بيقول that's the shop which I bought my new laptop from. بيقولي استعمل where. وليه أصلا قبل which؟ قال لي عشان قبل from. يبقى عشان أحط where هشيل from وأقول that's the shop where I bought my new laptop. طب اجيب from، قال لي لا لازم اشيل ظرف المكان. اللي بعدها بقول لي that man is my uncle، he lives next door. يبقى اذا عشان استعمل هو يبقى المان اشيل هي اللي هي عايده على المان. وبعدين اقول that is my uncle who lives next door. طبعا ممكن اجاوب اجابه ثانيه واقول the man who lives next door is my uncle. يعني الراجل اللي عايش جنبنا يكون عمي. أو that's my uncle who lives next door. طيب number 9 بولي ندى is proud her father got an award. طبعا بولي استعمل whose. whose أكيد هتيجي مكان her وتبقى عايدة على ندى. يبقى ندى whose father got an award is proud. يعني ندى اللي باباها حصل على جائزة مالها فخورة جدا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنتش فعل الجرس انزل فعل الجرس، ولما كنتش اشتركت في القناة بسرعة اشترك في القناة. والناس اللي بتشوفنا لأول مرة هتدخل على الرابط ده ان شاء الله هتلاقي كل مواضيع الجرامر من اول وحدة لاخر وحدة ان شاء الله. لو عايز ترجعها كويس ادخل وراجع الجرامر صوت وصورة.
هتراجع الجرامر وكمان هتلاقي محلول على الجرامر ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. بس ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.